مرحبا ببداية أسبوع جديدة عم نترافق نحن وأنتو لنواكب آخر التطورات على الساحة الفنية. حيشارك مسلسل المداح بالجزء الخامس بموسم رمضان 2025 بعد النجاح الكبير يلي حققه الجزء الرابع برمضان الماضي، ورغم المنافسة القوية بين الأعمال الفنية المعروضة. يعني مين منا ما حضر المداح ومين منا ما حفظ الموسيقى التصويرية تبعه يلي بتفوز إنها تعيشك بعالم الخير والشر يلي كان عم يطرحه مسلسل المداح. مع انطلاق التحضيرات الأولية لمختلف الأعمال الدرامية الرمضانية، طلعت أخبار بتقول إنه الفنان فتحي عبد الوهاب انسحب من الجزء الخامس من العمل بعد ما كان بطل أساسي من أبطاله بالجزء الرابع يلي عم يمثل دور الشر فيه مقابل الفنان حمادة هلال. بعد كل هاي الأخبار طلع مخرج مسلسل المداح أحمد سمير فرج وقال أنه صناع العمل حالياً بمرحلة إيجاد فكرة للجزء الخامس، ولهلأ ما بيّن مين حينضم للعمل ومين حينسحب. نحن لسه بدنا وقت لنفوت بالتحضيرات لأنه لهلأ عم نكتب الحلقة الأولى وحسب مجريات الكتابة منقرر. لطيفة التونسية عم تكشف كواليس الحياة سكرة. بهرت الفنانة لطيفة جمهورها مجدداً وشاركت لحظات مميزة من خلف كواليس تصوير فيديو كليب أحدث أغنية يلي بتحمل عنوان الحياة سكرة، يلي عم تعبر فيه عن مدى قرب هي الغنية من قلبها، وعم تدعي متابعينا ليحضروا الكليب على قناتها الرسمية على يوتيوب. شاركت لطيفة متابعينا عبر حسابها الشخصي على إنستغرام مقطع فيديو من كواليس تصوير غنيتها الجديدة، وعلقت على الفيديو وقالت كواليس الغنية من أقرب الأغاني لقلبي الحياة سكرة مع المخرج الرائع وليد ناصيف. وأظهرت اللقطات روح التعاون والحب بين الفريق، وبدت لطيفة متحمسة وسعيدة أثناء التصوير، هذا يلي بيعكس عمق ارتباطها بهذا العمل. فعلت معها الناس وحبوا أنه حمستهم ليسمعوا الغنية أكثر لما صرحت وقالت أنه غنية قريبة لقلبها وقريبة منها وبتعبر عنها. تفاعل واسع مع غنية بسمة بوسي الجديدة عشنا وشفنا. احتفلت بسمة بوسيل بطرح غنيتها الجديدة يلي بتحمل عنوان عشنا وشفنا عبر قناتها الخاصة على موقع يوتيوب بعد أيام من طرح أول غنية مغربية إلها. إجت هالغنية من كلمات وائل توفيق وإلحان حسن علي وتوزيع فادي إبراهيم، وحظيت الغنية بتفاعل واسع بين محبي بسمة بعد طرح الغنية وأشادوا بكلماتها ولحنها وصوتها، وعلقت الكثير من الناس وقالت لو استمريتي بالنوع هاد صدقيني بترجعي تاني للساحة بقوة وبتكسري الدنيا. بس ما صوتك تحفة، استمري على هذا اللون، انتي صوتك مثل كارول سماحة وشيرين بيلبق له الشجن والهدوء. ظهرت بسمة بكليب غنيتها الجديدة بأربع أطلالات مختلفة حملت الطابع المغربي، وهي الغنية تعتبر أول غنية مغربية بمشوارها الفني. بتدور الغنية حول المرأة وقوتا يلي بتستمد من الجبال والأرض. هذا بيكون آخر خبر لنا لليوم، شوفكن أنا إن شاء الله بكرة بيوم وحلقة جديدة تحمل معها أهم وآخر الأخبار على الساحة الفنية وكل شي ترند تصدر السوشيال ميديا بال24 ساعة الماضية. ومن هون لوقتها بضلكم بألف خير.